يا مساء الخير، تحياتي لكل أهلاوية اللي بيبدأوا معنا حلقة النهاردة. اسمحوا لي أولا وقبل أي شيء أتقدم بواجب العزاء لأشقائنا في المغرب. خالص التعازي طبعا في وفاة ضحايا الزلزال، وكل التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. قلوبنا عندكم ودعواتنا الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى يلطف بالمغرب وأهلها وناسها. يعني الشعب المغربي الشقيق والروابط الكبيرة والعميقة اللي بتربطنا بيه، حالة التعاطف النهاردة عند المصريين لمستها بشكل كبير جدا طبعا. وقبل أي شيء وبعيدا حتى عن الروابط المتينة اللي بتجمع الشعبين ببعض أو دولتين ببعض، الحقيقة الحالة الإنسانية تستدعي أنك أنت تدعي ربنا أنه الأزمة دي تعدي بسرعة وتعدي على خير. طيب النهارده طبعا مبروك منتخب مصر، امبارح فوز اخير في تصفيات امم افريقيا، فوز يمكن ما يكونش فوز بلا طعم زي ما بيقولوا، لكن الاهم انك انت حققت المكسب وتاهلت بجداره في صداره المجموعه. مباراه طبعا فيها كلام كتير قوي، يعني يمكن تكون بس قصه ان احنا لسه في بدايه موسم، اللعيبه اغلبها بتخوض فتره اعداد جايه من فتره راحه سلبيه نوعا ما طويله، لكن الشكل والاداء ملوش علاقه خالص بمنتخب مصر وملوش علاقه خالص بمستوى منتخب مصر في مواجهه اثيوبيا على استاد القاهره. يعني انت كنت تحس امبارح مصر بتلعب بره او اثيوبيا بتلعب على ارضها. اثيوبيا الحقيقه منتخب محترم، ابتدت تقول ان الكوره في اثيوبيا اتطورت بشكل كبير جدا. خد بالك ده ممكن ينعكس على مواجهتين، الاهلي والزمالك، الزمالك في الكونفدراليه والاهلي في دوري الابطال، هيبداوا مواجهه لا الزمالك هيلعب اعتقد مع فريق تنزاني، لكن الاهلي هيواجه فريق سان جورج الاثيوبي. فبالتالي ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. النهارده بنرجع مره ثانيه للتمرين بعد راحه اداها مستر مارسيل كولر لمده 48 ساعه، المحطه الاخيره الاسبوع الحالي هو اخر محطات الاعداد والتحضير لمباراه السوبر اللي فاضل عليها 6 ايام، الجمعه زي امبارح كده الجمعه اللي جايه هتكون ان شاء الله موعد مواجهه الاهلي و اتحاد العاصمة الجزائري في سوبر افريقيا 9 مساء بتوقيت القاهرة في مدينة الطائف في السعودية. وهنتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة على مدار الأسبوع استعدادات الفريق، وخصوصا طبعا مفترض يعني كان في الأجندة متحضر أنه احتمال كبير يكون في مباراة ودية تتلعب يوم الثلاثاء إن شاء الله. هنطمن على مدار الأسبوع مع حضراتكم يوم بعد يوم، وهنحاول نروح وننقل لحضراتكم جزء من تحضيرات الفريق من داخل ملعب مختارتش. عايز أقف بس مع نقطتين في غاية الأهمية عشان حالة الفوضى والسيولة اللي احنا عايشينها. من حق طبعا السوشيال ميديا سمحت بده، ودت لكل واحد الحق في ان هو يعبر عن رأيه أو يقول وجهة نظره، لكن في النهاية تبقى آراء الجماهير طبعا كلها محل احترام وتقدير، لكن ليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد بكيفية أو آلية صنع القرار، وخصوصا لما بكون بتكلم على مؤسسة وكيان وقلعة رياضية بحجم النادي الأهلي. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إذا كان الخطأ ده ممكن يقع في بعض الناس، إذا كان الخطأ ده ممكن يقع في بعض الناس على صفحات السوشيال ميديا، الصفحات اللي مرتبطة بالأهلي أو اللي الأهلي مرتبط جمهور الأهلي مرتبط بيهم على أساس أنها صفحات أهلوية، أو ممكن يقع في بعض اليوتيوبرز. في النهاية أنت لا تملك الحساب، أنت في ساحة من ساحات الفوضى، كل من هب ودب بيدلي بدلو في أي موضوع، سياسة كان، اقتصاد ماشي، رياضة ما يمنعش، وحتى الفن كمان بقت الناس كلها بتتكلم فيه، كل حد بيتكلم في أي حاجة. فعلى السوشيال ميديا مش ممكن تحكم ده، لكن على وسائل الإعلام التقليدية والجهات المسؤولة عنها والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الفوضى دي مفترض ما يكونش مسموح بها. يعني هنا إحنا نملك تماما حق الحساب في ثواب وفي عقاب وفي آلية لمعاقبة كل من يخرج على النص. والقصة برضو مش متعلقة بس بفكرة الآراء ووجهات النظر، أنا هختصر عشان ما أخدش من وقت الحلقة كتير. القصة مش متعلقة بس بالآراء ووجهات النظر. عمرنا هنا وحضراتكم يمكن واللي بيتابعوني يعني جمهور السادسة، وأعتقد إنه الكلام ده زي ما بينطبق على السادسة بينطبق على كل برامج قناة النادي الأهلي، ما هتلاقي حد بيكلمك عن مين لازم يعمل إيه وما يعملش إيه، والإدارة في الأندية المختلفة وخصوصا الأندية المنافسة
مفترض تتحرك ازاي ومفترض ما تتحركش ازاي، ولا طرحنا اسئله. انا عمري ما سالت مثلا هو مثلا يعني صفقه سامسون اللاعب المحترف الاجنبي في نادي الزمالك جت بكام وجت ليه، ولا طلبت من اداره نادي الزمالك مثلا ان انا اقول لها ما ينفعش تتعاقد مع سامسون او ما ينفعش تتعاقد مع زكريا الوردي وتمشيه على طول، ولا سالت اداره بيراميدز انتوا بتصرفوا الفلوس دي كلها ليه، ولا الصفقات دي بتجيبوا فلوسها منين، ولا ايه العائد والمردود من ورا كل حجم الانفاق الكبير جدا. وانا قلت قبل كده انه انا اتمنى ان تجربه بيراميدز في مصر تتكرر يا رب 10 مرات، يعني نتمنى انه يبقى في 10 انديه زي بيراميدز، يعني في حركه استثمار، لو يعني هتقول عليها استثمار رياضي اتمنى يبقى في 3 4 5 انديه عندهم القدره الشرائيه اللي بيتمتع بيها مثلا نادي زي نادي بيراميدز. لكن في النهايه ايه المردود؟ ايه المردود الفني او ايه المردود المالي؟ عمرنا ما سالنا حاجه زي كده. في فرق كبير جدا بين صناعه القرار، يعني لما اجي اتكلم مثلا على قرار متعلق ب مهاجم صفقة الأهلي الجديد أو المهاجم الأهلي الجديد، مين يملك حق اتخاذ القرار؟ هو شخص واحد لا غير، هو شخص واحد لا غير اسمه مارسيل كولر، هو الأدرى بمصلحة الفريق وهو اللي بيتحمل مسؤولية هذا القرار، وهو اللي هيحاسب على الفاتورة في نهاية الموسم قدام الإدارة أولا وقدام الجماهير ثانيا. نيجي بقى لمسألة التقييم، على أي أساس حضرتك بتقيم اسم أو صفقة محتملة للنادي الأهلي وتقول تنفع ولا ما تنفعش، يدفع فيها ولا ما يدفعش فيها، ولو يدفع فيها يدفع كام؟ مين اداك الحق انك انت تتكلم في ده؟ مين اداك الحق انك انت تتهم اداره النادي الاهلي او المسؤوليه او الجهاز الفني للنادي الاهلي بسوء التصرف في ملف الصفقات على سبيل المثال؟ مين اداك الحق ده؟ مين اداك حق انك تحاسب اداره النادي الاهلي او تحاسب مارسيل كولر؟ وعلى اي اساس قيمت صفقه او اسم مازال محتمل وحضرتك لسه ما شفتوش؟ الموضوع الحقيقه بقى بيتكرر مع النادي الاهلي والاهلي وبس، يعني ما بشوفش ده بيحصل وما بشوفش هذا الكم الكبير من الاهتمام وهذا الكم الكبير جدا من الاسئله بتطرح في موضوعات فادحه، يعني اشد فداحه. احنا بنتكلم على صفقه لم تتم، صفقه لم تحدث، ممكن وممكن لا، لكن لما بيتعرض الامر لانديه ثانيه لا ارى لا اسمع لا اتكلم. أنا في جميع الأحوال إذا كان يعني هكلم جمهور نادي الأهلي بس، أرجوكم كل لعيبة النادي الأهلي سواء اتفقتوا أو اختلفتوا عليها، سواء شايفين إن هم أعمدة أساسية ومفاتيح لعب مهمة جدا أو شايفين إن هم ممكن يكون ليهم دور مكمل، سواء صفقة جديدة أو سواء صفقة جاية من إعارة أو سواء لعيب مكمل معانا من المواسم الأخيرة، الموسم ده مش محتاج من جماهير النادي الاهلي غير كل الدعم، دعم لمارسيل كولر اولا الحقيقه ما خذلناش، واعتقد انه من سنين طويله وتقدر تقول من ايام مانويل جوزيه، يعني من ايام مانويل جوزيه ما شفتش مدرب عليه اتفاق من جماهير النادي الاهلي بما فيهم ريني فايلر وبما فيهم بيتسو موسيماني. يعني انا بكلمكم على اتنين من العتاوله اللي جم، مش هرص لك بقى اسماء سيفيهات جاريدو ومارتن يول واسماء فطاحل، يعني جت اشتغلت في نادي الاهلي مفيش اسم عليه اتفاق ومفيش اسم حاز على ثقه جماهير نادي الاهلي زي مارسيل كولر تقريبا، يعني دي وجهه نظري من ايام مانويل جوزيه. فارجوكم ما تركزوش غير مع فرقتكم، عندنا تحديات كثيره جدا وموسم صعب جدا جدا، عدينا قصه المنتخب واثيوبيا وتونس ولاعيبتنا رجعت وان شاء الله هتكون جاهزه للسفر، الاهلي هيسافر يوم الثلاثاء اللي جاي. انا من دلوقتي بقول لك اهو في مشكلة هتحصل في شهر نوفمبر، وبقول للمسؤولين في اتحاد الكرة طبعا الكاف شيء من العشوائية في تنظيم وتنسيق المواعيد سواء في ارتباطات المنتخبات مع الأندية بشكل لا يمكن لعقل أنه هو يصدقه. يعني فكرة التضارب اللي حصل في مواعيد الارتباطات ما بين أندية، أنت النهاردة عندك بطولة الدوري الأفريقي اللي هي كانت سوبر ليج قبل كده أهم بطولة للأندية، الاتحاد الأفريقي اللي بيقول كده، وعلى هذا الاساس تم استحداث البطوله، وعلى هذا الاساس تم اختيار ثمان اكبر ثمان انديه من حيث التصنيف في الاتحاد الافريقي للمشاركه في البطوله دي، وبنقول جوائز وبنقول اهتمام كبير بيها والى اخره. البطوله دي هتتلعب من 20 اكتوبر، هتبدا في 20 اكتوبر وتنتهي في 11 نوفمبر.
ماذا لو، ونتمنى طبعا السيناريو ده يكون حاصل، ماذا لو وصل النادي الاهلي للمباراه النهائيه؟ طب وايه المشكله ان الاهلي يوصل المباراه النهائيه؟ هيلعب مباراه نهائيه يوم 11، يوم 13 منتخب مصر هيبدا مشواره في تصفيات كاس العالم بلقاء جيبوتي. وهنا بنتكلم على مباراتين في غايه الاهميه. منتخب مصر طلعت التصفيات، طلعت مشوار كاس العالم، اول مباراه في كاس العالم مع جيبوتي في القاهره هنا هي بالمناسبه. والاهلي لو وصل لتاريخ 11 نوفمبر هيبقى بيلعب نهائي الدوري الافريقي. مين هيسيب مين ومين هياخد مين؟ شيء مش مفهوم بصراحه، ازاي منتخب مصر يبقى عنده بدايه مشواره في تصفيات كاس العالم وهو طبعا مستحيل الاتحاد الافريقي يبقى فكر قال لك اه طب وايه المانع؟ عندنا اوبشن من الاثنين، يا نطلع الاهلي بدري يعني يا الاهلي ما يوصلش نهائي دوري الابطال، ولو الاهلي وصل نهائي دوري الابطال يلعب يوم 11 واللعيبه تروح المنتخب يوم 12 تتمرن عشان تلعب يوم 13 تصفيات كاس العالم. فالحقيقه يعني مواقف متكرره المسؤول فيها الاتحاد الافريقي، واعتقد يعني انا يعني برضو اذا كان ليا ان انا اقول راي، هو احنا سكوتنا المتواصل بيخلي المسلسل عرض مستمر. يعني المواقف الكتير قوي اللي اتكررت من تضارب المواعيد والاجنده بتاعت البطولات اللي بينظمها الاتحاد الافريقي، ما هو احنا يعني نكلم مين؟ يعني احنا نكلم مين؟ احنا في مصر، مش بكلم احنا الاهلي، انا بكلم احنا في مصر نكلم مين لما يبقى عندنا انديه عندها ارتباطات دوليه في كاس العالم ومنتخبات الافريقيه بتلعب بطوله امم افريقيا؟ لما يبقى تصفيات امم افريقيا متعارضه مع او الاجنده الدوليه متعارضه مع بطوله السوبر الافريقي، طب ما تزقها قدام شويه، قصه بسيطه جدا. قصه بسيطه وسهله جدا. طب لما بنبقى بنلعب دوري ابطال افريقيا او دوري السوبر ليج او الدوري الافريقي والمنتخبات عندها جيبوتي طبعا ما عندهاش حد في بطوله السوبر فما فيش مشكله عندها، لكن مصر ممكن جدا ممثل الكره المصريه في البطوله يكون بيلعب مباراه نهائيه يوم 11. فازاي وبالمناسبه يعني انت لو انت مغمض كده النادي الاهلي من 8 ل 10 لعيبه موجودين في منتخب مصر. لو ريو فيتوريا بيختار النهارده مع بدايه موسم واحنا بنتكلم في نوفمبر، لعيبه دخلت في فورمه مباريات، لعبت دوري ابطال، لعبت دوري عام، لعبت بطوله الدوري الافريقي، يعني لعيبه الاهلي تقريبا فورمه عالي، احط لك 10 اسماء وانا مغمض موجودين في قائمه مصر لافتتاح مشوارها في كاس العالم. روي فيتوريا يعمل ايه؟ ومارسيل كولر يعمل ايه؟ منتخب مصر يعمل ايه؟ والنادي الاهلي يعمل ايه؟ على كل الاحوال نتمنى انه نتحرك من بدري في القصه دي. طيب النهارده معانا ايه؟ معانا طبعا عوده للتدريبات مره تانية، وهنحاول طبعا لو المران بدا مع السادسه زي ما تعودتم دايما هنروح للتتش ونشوف اخبار تمرينه النهارده ايه ونطمن على لاعبتنا ونطمن على عوده الفريق للتدريبات. المستوى اللي ظهر بيه لاعيبه منتخب مصر امبارح يخليك تقلق، يعني امبارح انا شفت اللعيبه كانها ما لعبتش كوره اساسا قبل كده. على كل الاحوال ومعانا طبعا ترشيحات البالون دور، 30 اسم من العار الثقيل مرشحين لجائزه البالون دور. قبل ما نشوف الاخبار وندخل في التفاصيل ونستقبل نجمنا الكبير الكابتن الكبير عادل طعيمه هيكون ضيفنا النهارده في السادسه، هندردش معاه ونفتح معاه موضوعات كتير جدا. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. الفرصه قد لا تاتي مرتين. انا بشوف انه محمد صلاح، واحنا اتكلمنا في موضوع ليفربول واتحاد جده وقتل بحثا، وانتوا اكيد طبعا متابعين المسلسل اللي رايح جاي، لكن في النهايه انا كنت براهن بشكل كبير جدا على انه بقاء صلاح في الانفيلد ممكن يديله فرصه كبيره جدا في المنافسه على لقب الافضل في العالم. جيل من الاساطير في مقدمتهم طبعا البرتغالي CR7 والارجنتيني ليو ميسي بقوا تقريبا بعيد تماما عن الصوره. صحيح ميسي متالق مع انتر ميامي، وصحيح ميسي حاز على لقب كاس العالم مع الارجنتين، لكن في النهايه الكره في امريكا في حته تانية بعيده خالص. حتى لو كان فيها اسماء ونجوم بحجم ليو ميسي مستوى المنافسه
ومستوى الفرق اللي بتتنافس في الدوري الامريكي بعيد كل البعد عن مستوى الكره الاوروبيه. عشان كده قلت انه صلاح ممكن يكون قريب من تحقيق حلمه. وبشوف انه في جوائز البالون دور اللي هستعرض مع حضراتكم دلوقتي اسماء المرشحين ليها، ممكن يكون صلاح عنده فرصه كبيره جدا للدخول في الثلاثه الاوائل على او هكذا انا اتمنى. يعني بشوف انه صلاح كان ليه، وعلى الرغم من تراجعه ونتائج ليفربول وعدم تحقيقه الالقاب، لكن صلاح كان واحد من اهم نجوم ليفربول السنه اللي فاتت، ويظل واحد من اهم الاسماء في اوروبا فيما يتعلق بنجوم الكره في ملاعب اوروبا. طيب في منافسه، اكيد طبعا في منافسه، في عتاوله طبعا. ال 30 اسم تقدر تقول منهم انه في 20 اسم تقيل ممكن يكون عنده فرصه في المنافسه على اللقب. صحيح في اسماء مكتسحه او في اسماء تركت بصمات مهمه جدا جدا يمكن على مستوى الانديه لكن مش على مستوى المنتخبات. خلينا نستعرض مع حضراتكم كده اسماء ال 30 نجم اللي تم ترشيحهم للفوز بجائزه البالون دور. أندري أونانا نجم الكاميروني الصاعد حارس مرمى اللي انتقل من الإنتر لمانشستر يونايتد، واحد من النجوم المرشحين للجائزة وسنه بيبلغ أو عمره بيبلغ حوالي 27 عام. فارديول نجم الليفر الجديد 21 عام أيضا مرشح للجائزة. نجم الريال السابق وكريم بنزيما عن عمر 35 عام، نجم طبعا الريال ونجم الاتحاد الحالي اتحاد جدة كريم بنزيما ونجم منتخب فرنسا مرشح ايضا للجائزه. جمال موسيالا او جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ ونجم المنتخب الالماني، وافتكروا الاسم ده كويس لانه واحد من اهم انا بقول الكلام ده على موسيالا من سنتين فاتوا مش من دلوقتي، واحد من اهم المواهب اللي طالعه في اوروبا، وهو بالتاكيد هيكون نجم الكره الالمانيه الاول في السنوات القادمه. ونجمنا طبعا جمال موسيالا 20 سنه امام محمد صلاح فرعون المصري نجم ليفربول ونجم منتخب مصر اللي بالمناسبة رجع ينضم لقائمة روي فيتوريا استعدادا لمباراة تونس، 31 سنة أيضا من الأسماء المرشحة لتحقيق اللقب. وهرجع لصلاح في كلام كتير جدا عنه. جود بيلينغهام نجم الكرة الإنجليزية وبروسيا دورتموند السابق وريال مدريد الحالي واللي بدأ متوهج جدا في الليجا، يمكن يكون أهم نجوم الريال في الموسم الحالي مع فينيسيوس جونيور عن عمر 20 عام، عن عمر 20 عام مرشح للفوز بالجائزة. بوكايو ساكا نجم الأرسنال ومنتخب إنجلترا 22 سنة أيضا مرشح للفوز بالجائزة. راندال كولومواني أيضا مرشح طبعا مهاجم بي اس جي ومهاجم منتخب فرنسا 24 عام مرشح للفوز بالجائزة. وواحد من أهم الأسماء المرشحة السنة دي للفوز بالجائزة نتيجة طبعا تألقه مع السيتي ونتيجة يعني مساعدته أو دوره البارز جدا في تتويج السيتي بالثلاثية دوري بريمير ليج وتشامبيونز ليج وكأس الاتحاد وكأس السوبر الأوروبي هو كيفن دي بروينا عن عمر 32 عام، ويمكن يكون واحد من اهم ثلاث اسماء ايضا مرشحه للفوز بالجائزه. طبعا خدوا بالكم يمكن السيتي تحديدا هو اكثر نادي مرشح منه عدد لاعبين للفوز بالجائزه، بس انا وانا بقرا الاسماء كمان عايزك تاخد بالك من معدل الاعمار، انه في اسماء كثيره قوي مرشحه لجائزه الافضل لجائزه البالون دور تتكلم في 20 سنه و22 سنه. وبرناردو سيلفا ايضا لاعب السيتي واحد من امهر اللاعبين الموجودين حاليا على الساحة 29 عام نجم طبعا البرتغال ونجم السيتي ودور مهم جدا مع السيتي أيضا في الموسم الأخير 29 سنة برناردو سيلفا. إيميليانو مارتينيز حارس مرمى الأرجنتين عن عمر 31 عام وطبعا دور مهم جدا 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 وخصوصا في مباراة النهائي في المساهمة بتتويج الأرجنتين أو استعادة الأرجنتين للقب غاب عنها كثيرا. إيميليانو مارتينيز 31 سنة حارس المرمى الأرجنتيني مرشح للجائزة. خفيتشا كفاراتسخيليا طبعا نجم نابولي الإيطالي والحقيقة اللي مسمينه هناك كفارادونا، يعني طبعا نابولي هو النادي اللي لعب فيه مارادونا طبعا دييغو ارماندو مارادونا الاسطوره الارجنتينيه في ايطاليا لما احترف في الكالتشو الايطالي،
فبالتالي في ناس شافت انه كفاراتسخيليا هو الامتداد الطبيعي لمارادونا، فبقى اسمه عند جماهير نابولي النهارده كفارادونا. 22 عام وواحد من اهم نجوم الدوري الايطالي اللي صعدوا في الموسم الاخير، وكان يمكن يكون مع فيكتور اوسيمين اللي اتي ذكره بعد شويه اهم اثنين لعيبه ساهموا في فوز نابولي او استعاده نابولي للقب الدوري الايطالي. روبن دياش طبعا الدوري البرتغالي والمدافع الابرز في السيتي، ويمكن تقول كمان المدافع الاهم والاقوى في الدوري الانجليزي عن عمر 26 عام، مرشح ايضا للفوز بالجائزه. نيكولو باريلا طبعا نجم الانتر الايطالي عن عمر 26 سنه، وفي اسماء حاضره من الانتر نتيجه طبعا مش هعتبر مفاجاه، ده الطبيعي، لكن طبعا بعد غياب لفترات طويله جدا عن الوصول للمباريات النهائيه في بطوله بحجم تشامبيونز ليج، بالتاكيد الانتر عمل انجاز كبير جدا الموسم الاخير، ويمكن مارتينيز، لوكاكو، باريلا هم كانوا ابرز الاسماء اللي ساعدوا الانتر على الوصول لفاينل تشامبيونز ليج. نيكولو باريلا 26 عام في اسماء المرشحه. الدبابه النرويجيه ايرلينج هالاند طبعا نجم السيتي ونجم النرويج عن عمر 23 سنه، هداف بريمير ليج، تحقيق ثلاثيه مهمه جدا في اول موسم ليه مع السيتي، تشامبيونز ليج كسوبر اوروبي وبريمير ليج، فبالتالي طبعا يمكن يكون واحد من ابرز الاسماء ايضا المرشحه للجائزه. ياسين بونو طبعا مع المغرب حدث ولا حرج، دور فاصل ومهم جدا في وصول المغرب لانجاز تاريخي بالوصول للمربع الذهبي في بطوله كاس العالم، وخصوصا ان في كتير من المحطات كان بونو هو بطل المشهد الاول، واعتقد كمان يمكن يكون الابرز في مباراه اسبانيا. ياسين بونو حارس مرمى الهلال الحالي عن عمر 32 عام، ايضا مرشح لجائزه البالندور. مارتن اوديجارد موهبه او اكتشاف ارتيتا ونجم من نجوم الارسنال ونجم من نجوم الدوري الانجليزي عن عمر 24 عام، مرشح للبالندور. جوليان الفاريز نجم الارجنتين ونجم المان سيتي ايضا عن عمر 23 عام، مرشح للبالندور. الكاي جوندوجان لاعب السيتي السابق برشلونه الحالي عن عمر 32 عام، والدولي الالماني طبعا قائد منتخب المانيا عن عمر 32 عام، مرشح لجائزه البالندور. وايضا من اهم واقوى الاسماء اللي هتنافس على اللقب السنه دي هو فينيسيوس جونيور الجوهره البرازيليه ونجم الريال مدريد، يمكن يكون النجم واحد من اهم النجوم، مش هقول النجم الابرز لكن واحد من اهم نجوم الليجا الاسبانيه، مرشح للقب. ليو ميسي حتى وان كان في انتر ميامي وحتى وان كان بعيدا عن الكره الاوروبيه يبقى واحد من اهم الاسماء، وخصوصا طبعا مع تتويجه ببطوله كاس العالم وتحقيقه اللقب اللي كان ناقص له في السي في بتاعه عشان يكون حقق كل الالقاب والبطولات. رودري نجم اسبانيا طبعا واحد من اهم لاعبي خط النص في العالم في الوقت الحالي، 27 سنه، مرشح للفوز بالجائزه. لوتارو مارتينيز، وما ادراك ما لوتارو مارتينيز، لاعب يا جماعه صحيح طبعا صحيح ناس كتير بتلوم عليه وبتحمله مسؤوليه الاخفاق امام السيتي في نهائي تشامبيونز ليج، لكنه يبقى يعني دور واحد من اهم المواهب الارجنتينيه في الوقت الحالي، واحد من اهم المواهب في الدوري الايطالي، وبشوف انه لو انتقل لاسبانيا او انجلترا لوتارو مارتينيز قادر يروح لحتت ابعد بكتير من تواجده في الكالتشو. انطوان جريزمان نجم فرنسا ونجم اتلتيكو مدريد وبرشلونه السابق، واللي بيقال انه تلقى ايضا عرض في كلام على انطوان جريزمان والكره السعوديه والنوادي السعوديه عن عمر 32 عام، مرشح للبالندور. نجم بولندا ونجم برشلونه الحالي والبايرن السابق روبرت ليفاندوفسكي عن عمر 35 عام، يمكن بنزيما ميسي ليفاندوفسكي هم اللي كسروا حاجز ال 35 في الاسماء المرشحه للفوز باللقب. واخر الاسماء في قائمه المرشحين طبعا جوهره فرنسا وجوهره بي اس جي كيليان امبابي عن عمر 24 عام، دوره الكبير الحقيقه، وناس قالت انه يمكن كان السبب الرئيسي في وصول فرنسا للمباراه النهائيه، وكان يستحق الحقيقه المنتخب الفرنسي في كوره، يعني كوره مش اكتر من كوره، كان يستحق التتويج بصراحه في المباراه دي، لكن في النهايه خد مركز الوصيف. كيم مين جاي طبعا لاعب نابولي الايطالي السابق ولاعب بايرن ميونخ الحالي، واحد من اهم المدافعين في الكره الاوروبيه عن عمر 26 عام، مرشح للبطوله. فيكتور اوسيمين النجم النيجيري اللي يمكن جه عندنا في مصر هنا وما اتقبلش يعني اتعرض علينا هنا في مصر بس ما اقتنعناش بيه، وطبعا نجم نابولي الحالي واحد من اهم المهاجمين في الدوري الايطالي.
24 عام مرشح للجائزة، لوكا مودريتش أكبر لاعب في القائمة أو أكبر اسم في القائمة مرشح، والحائز من قبل طبعا على البالوندور مرشح عن عمر 37 عام للفوز بلقب الأفضل في العالم، والختام مع هاري كين نجم الكرة الإنجليزية منتخب إنجلترا، توتنهام، بايرن ميونخ أيضا هو آخر الأسماء الـ30 المرشحة للفوز بلقب الأفضل على مستوى العالم جائزة البالوندور. هتكلم عن صلاح بس بعد ما أروح لزميلي كريم في كريم أحمد في نادي الأهلي نعرف منه. مفترض أنه التمرينة يمكن هتبدأ كمان دقايق، بس خلينا نروح لكريم ناخد منه آخر الأخبار والمستجدات. والنهاردة زي ما قلت لكم بعد راحة 48 ساعة بقرار من ماستر كولر هيعود الأهلي للتدريب مرة تانية لغاية يوم الثلاث، ومن الثلاث نبدأ رحلتنا إن شاء الله، يسافر الفريق على طيارة خاصة للسعودية عشان يبدأ استعداده هناك المرحلة الأخيرة لمواجهة اتحاد العاصمة. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني اغلب ردود الافعال والاخبار اللي جات لنا انه المعسكر اللي كان موجود في النمسا كانت فوائده كبيره جدا، وكل اللعيبه دخلوا في يعني في حاله واحده او في مرحله انسجام وقربوا اكتر من مستر كولر، ومستر كولر ابتدى يشتغل معاهم بشكل كبير. عايز اعرف بس ما بعد المعسكر، طبعا كان في راحه 48 ساعه، الاسبوع ده ملامحه ايه والاستعداد او برنامج الاستعداد والتحضير لمباراه اتحاد العاصمه يوم الجمعه اللي جايه يا كريم؟ بالتاكيد طبعا زميلي احمد، يعني قرار توجه النادي الاهلي او تواجده في معسكر خارجي او معسكر اوروبي قرار كان مهم جدا الحقيقه، لكن الاستفادات اكبر. يعني الانسجام كان مهم جدا لكن الاستفادات الفنيه، ويمكن قلنا كولر كان معذور الحقيقه الفتره اللي فاتت، يعني الراجل كان كل 48 ساعه مباراه ما بيلحقش ان هو يصحح الاخطاء بشكل عملي. يعني النظري كان مهم جدا ان انت تتكلم في المحاضره، لكن ما كانش عنده الحقيقه متسع من الوقت ان هو يبقى فيه تحفيز بكثافه للجمل التكتيكيه ان الراجل يصحح الاخطاء بشكل كبير. يعني كان امر مهم جدا الحقيقه ونجاح اكثر من رائع على المستوى الاداري والمستوى الفني على المستوى الجماعي الفردي لكل اللعيبه بالنسبه طبعا لمعسكر النمسا، ويا رب ان شاء الله تكون مردوده كبير ورائع ان شاء الله باذن الله في انطلاقه فريق للنادي الاهلي ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله، يكونوا هم ايضا كمان ابطال السوبر في مواجهه مهمه جدا امام اتحاد العاصمه الجزائري في المملكه العربيه للسعوديه. يعني نقدر نقول بقى الاستعدادات الحقيقيه خلاص بقى والرسميه من تدريب اليوم على ملعب مختار التتش. زي ما قلنا يمكن درجه الحراره خلال الايام الماضيه يمكن كانت صعبه شويه، والنهارده كمان يعني لو التمرين كان بدا في تمام السادسه الجو كان هيكون صعب، فممكن مستر كولر قرر ان هو يمكن ياخر شويه التدريب على ان ينطلق بمشيئه الله في السابعه، لكن الراجل كمان بيحاول ان هو يكون في محاضرات فنيه قبل التوجه الى الملعب او النزول الى ملعب مختار التتش. فمن المقترح يعني او من المنتظر يكون التدريب في تمام السابعه ونصف. تدريب مهم جدا النهارده لان النهارده هي البدايه، الراجل هيحاول ان هو يعني ياكد على كل الامور الخاصه بالمواجهه. مباراه السوبر هي مباراه واحده، الجمهور النادي الاهلي الحقيقه بيضرب المثل، يعني زي ما شفنا التذاكر يعني كان امر مهم جدا ان انت تطمن على جمهور النادي الاهلي في السعوديه، وده مش غريب ومش جديد على جمهورنا العظيم. عشان كده ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في جمهورنا مع فريق النادي الاهلي ان النادي الاهلي بمشيئه الله يكون صاحب اللقب التاسع ان شاء الله بالنسبه للسوبر الافريقي. النهارده يمكن في نقطتين مهمين حابين نطمن على الثلاثي الحقيقه، عشان كده منتظرين نشوفهم بقى على ارض الملعب، نشوفهم في تدريبات متولي السوليه وياسر ابراهيم، حابين ان احنا نشوفهم النهارده في تدريبات. لكن زي ما بقول لك هي النقطه المهمه جدا ان ياسر يعني واحد من اللعيبه القريبين جدا جدا ان هم يكونوا متواجدين في قائمه فريق النادي الاهلي. 18 لاعب بتكون صعبه شويه ان انت تختارهم عشان تشارك بيهم في بطوله السوبر، عندك سكواد مميز جدا، عندك لعيبه رائعه جدا، فعشان كده يعني بنقول ربنا يكون في عون كولر النهارده، يكون يعني النهارده وبكره وبعده كمان قبل التوجه وقبل الانطلاق الى السعوديه يكون قدر ان هو يقيم بشكل كبير السكواد او القائمه اللي هتكون معاه ان شاء الله. ويا رب ان شاء الله الكل يكون جاهز، يعني الجاهزيه اهم من اي شيء، ان انت تكون جاهز بنسبه كبيره جدا في مباراه زي دي، ده امر مهم جدا. لو عندك الجاهزيه اقل الراجل اكيد هيستبعد اي حد من اللاعبين ويضم اللاعب الجاهز. عشان كده ان شاء الله باذن الله النهارده نطمن على الثلاثي، وايضا كمان نطمن على كل المجموعه العائده من منتخبنا الوطني سواء منتخب الاولمبي او منتخبنا المصري، لان الامر مهم جدا ان انت تشوفهم ايضا كمان في التدريب، لان شفنا الالتحامات، شفنا الرباعي شارك في عدد دقائق كبير من المباراه، عندنا مشوار كبير جدا، عندنا سفر الى السعوديه، هنرجع على سان جورج، بعد كده عندك سيمبا، صعبه جدا الحقيقه الامور، موسى ما يكون صعب. ياسين المكاري كمان محلل الاداء عنده مجهود كبير جدا لان هو بيجهز بالثلاث مباريات وليس مباراه واحده، فان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه مميزه لفريق النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله يكون بطل السوبر. هو حقيقي زي ما انت بتقول يا كريم انا متفق معاك، انت من يوم الجمعه اللي جاي
يعني القصه هتبقى غير. انت داخل على ماتشات منافسه، مستوى المنافسه فيها هيكون قوي جدا، داخل على بطوله السوبر ليج اللي فيها الثمانيه الكبار في افريقيا، داخل على دور التمهيدي في الشامبيونز ليج، واجنده الاهلي صعبه 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 بكل المقاييس. اتمنى التوفيق للسكواد كله، وما عنديش شك انه مستر كولر هيعتمد على كل اسم موجود معاه في القائمه. ومن بكره ان شاء الله لو ما حلفناش الحظ ولحقنا بدايه التمرين معاك، هنتابع معاك لحظه بلحظه، اعتبارا من بكره ان شاء الله كل الكواليس الخاصه بالتحضير لمباراه اتحاد العاصمه. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم احمد، وحسنا فعل كولر بتاجيل التمرين. التمرين دايما بيبقى مظبوط معانا في السادسه، بس طبعا انتوا عارفين الجو ال 72 ساعه الاخيره دي كان يعني درجات الحراره صعبه جدا، فيمكن عشان بس يعني تتكسر شويه لدرجه حراره الجو وتقدر الفرقه انها تتمرن بشكل كويس، قرر كولر ان هو يرحل التدريب شويه. نقطة أخيرة أثيرت على منصات التواصل الاجتماعي السعودية، ويهمني ألفت النظر ليها مع حضراتكم، وأتمنى الحقيقة كمان يعني أعتقد هنا إحنا بنتكلم على الفيفا، إحنا مش بنتكلم على إنه السعودية بتستضيف، السعودية تستضيف بطولة كأس العالم للأندية، لكن من ينظم البطولة هو الاتحاد الدولي لكرة القدم. فشتان الفارق، لأنه اللي ممكن يكون حصل في البطولة العربية او يعني 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 الناس اللي بتقارن بين البطوله العربيه وبين بطوله العربيه لكره القدم وبين بطوله كاس العالم للانديه، هناك فرق كبير جدا. نمره واحد زي ما قلت لحضراتكم، السعوديه موجوده طبعا وبتشارك او بيمثلها في البطوله دي في اتحاد جده، واحد من اكبر واعرق الانديه العربيه والاسيويه والسعوديه بالتاكيد، ولكن البطوله اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكره القدم. والمساله هنا متعلقه باحتماليه، ده احتمال وارد واحتمال كبير بالمناسبه، انه حسب ما تم اعلان القرعه يعني للي ما يعرفش، انه المباراه الافتتاحيه هتكون بين اوكلاند سيتي وبين اتحاد جده، الفايز منهم هيتاهل لمواجهه الاهلي المصري، والفايز من المباراه دي اللي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيكون الاهلي، هيتاهل لمواجهه بطل كوبا ليبرتادوريس زي ما شرحنا لحضراتكم. اللي البطوله حاليا بتتلعب في الدور قبل النهائي، فلومينيزي بيواجه انترناسيونالي، وبوكا جونيورز بيواجه بالميراس، الكسبان من هنا هيقابل الكسبان من هنا، هيلعبوا المباراه النهائيه، والفايز هو ده اللي هيقابله ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي. طب ايه القصه والحكايه اللي بتتقال في محاولات لشراء، عندما تطرح يعني تذاكر مباريات الجوله الثانيه في البطوله والاحتمال فيها الاكبر انها تجمع ما بين الاهلي والاتحاد، انه يتم شراء العدد الاكبر من هذه التذاكر وحرمان جماهير النادي الاهلي من حصتها، وبالتالي لابد من التاكيد على الفيفا او على القائمين على تنظيم البطوله، اللجنه المسؤوله عن تنظيم البطوله، انه البطوله دي كل الانديه اللي بتشارك فيها سواسيها من حيث المحاصصه، من حيث تقسيم عدد التذاكر. مش معنى ان البطوله بتقام في الاراضي السعوديه او على يعني ملعب او ملاعب اتحاد جده انه جماهير اتحاد جده تستحوذ على النسبه يعني او الغالبيه العظمى من التذاكر، النسبه الاكبر من التذاكر، لا، يجب ان يكون في حصص متفق عليها، وخصوصا لانه النادي الاهلي حضراتكم عارفين عنده جماهير تملى الاستاد. يعني جمهور الاهلي سيبك من جمهور السيتي، جمهور السيتي لو راح هيروح 2000 3000 4 5000 لما ابقى متفائل قوي. نفس الحكايه في امريكا الجنوبيه، نفس الحكايه ممكن تبقى في اسيا، لكن الاهلي عنده جماهير ممكن تملى الاستاد، فبالتالي لابد من التاكيد من دلوقتي على حصه النادي الاهلي في مبارياته اللي هيلعبها ان شاء الله باذن الله في بطوله كاس العالم للانديه. طيب فاصل ونستقبل كابتن كبير عادل طايم. في فترة شهرين تقريبا طبعا انت بتبدا الموسم بالصعب كله، بداية موسم مباراة بطولة، مباراة بطولة قارية مع اتحاد العاصمة في السعودية ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية، والجزء الاول او الشهرين اول 60 يوم من الموسم الاهلي عنده 8 رحلات خارجية، منهم ما هو متعلق بدوري الابطال، ومنهم ما هو متعلق بالدوري الافريقي، وايضا بطولة كأس العالم للاندية. فالموسم هيبدا في منتهى الصعوبة وهيبدأ في ضغط مباريات كبير جدا. هنبدأ مع حضراتكم طبعا واحنا بنتكلم على آخر أسبوع قبل بداية الموسم فعليا مع النجم الكبير والكابتن الكبير عادل طعيمة اللي بيشرفنا النهارده في السادسة. مساء الخير يا كابتن عادل. أهلا يا أحمد، ازيك يا أحمد؟ أهلا بحضرتك. تمام. قبل بس ما أخش في قصة الأهلي وماتش السوبر، يهمني أسمع رأي حضرتك في ماتش امبارح، بما إنه منتخب مصر
خلاص كده خلصنا مرحلة التصفيات وتأهلنا كأول مجموعة لبطولة أمم أفريقيا. رأيك في مباراة امبارح ورأيك في مستوى أداء منتخب مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا مباراة كانت تحصيل حاصل، وأعتقد اللي كان بيتفرج عليها ممكن يكون دخل نام أو حاجة، لأن ما يعني لا في روح ولا في أداء وما فيش حاجة خالص. إحنا جبنا جول وبعدين فرقة طبعا متواضعة جدا. تقلق أنا مفروض يعني أنا تقلق من مباراة زي دي؟ أقلق ليه؟ لأن أنا مفروض إن أنا فيتوريا واللعيبة ده ماتش دولي حتى لو تحصيل حاصل، ده ماتش دولي، سيبك من التصنيف والكلام ده. ايوه انا المفروض كره القدم اتعملت عشان المتعه. ما انا لو متاكد ان لعيبتي هتلعب اداء قوي الناس كلها هتتفرج والناس هتبقى مصحصحه وكل حاجه، لكن تحس ان الناس نازله الله. طب والناس اللي قاعده بتتفرج اللي همها علم مصر واللي همها منتخب مصر، ده ماتش من ضمن الماتشات اللي بتحسب في الاجنده بتاعتك. سيبك من الاجنده وسيبك من اي حاجه، انا المفروض وانا لاعب وانا مدير فني وانا نازل ادي، نازل عشان امتع الناس. سيبك بقى انها ماتش تحصيل حاصل او بثلاثه بونط او انا نازل علشان امتع الناس. فالحته دي لما تبقى غايبه خلاص بقى الناس مش هتتفرج، والمدرج زي ما انت شفت فاضي. لو الجمهور عارف ان المباراه ديت واللعيبه هتأدي اداء قوي كنت هتلاقي المدرج كله مليان. انت عارف يا كابتن عادل، ما بين رايين او ما بين وجهتين نظر، وجهه نظر بتقول ان المنتخب ده رايح مفترض ينافس، مش هقول يكسب، يعني ما فيش منتخب بيقدر يحسم من بدري ويكسب، لكن منتخب رايح ينافس على بطوله امم افريقيا كمان 3 شهور، لا اقلق. وفي ناس تقول او وجهه نظر تقول لا يا جماعه احنا لسه في بدايه موسم واللعيبه تقريبا معظمها مش فورمه او ما جابوش الفورمه بتاعتهم ولسه بدري قوي عبال ما نبتدي نرجع نحاسب فيتوريا مره تانية. ما هو زي ما انت برضو انا متابع الحديث بتاعك من البدايه انه الكلام كتير، المفروض الكلام اللي يبقى مسؤول من راجل فني عارف ايه اللي ممكن يحصل، انما الناس اللي بتتكلم كده وملهاش علاقه بالموضوع بتبقى عمليه صعبه جدا. لا أنا الكلام ده بما حضرتك تطرقت ليه، فكره انه يعني الاهلي بيدفع ليه والاهلي بيدفع كام، الاهلي بيجيب ليه او الاهلي المفروض ما يجيبش، دي قصه ده شان ليه علاقه ما بين اداره النادي الاهلي وما بين المدير او الجهاز الفني للنادي الاهلي. هم الاقدر على ان هم يحددوا احتياجاتهم، هم شايفين ايه اللي ممكن يخدم مصالحهم ويحقق اهدافهم. مش من حق اي حد تاني انه يتكلم في الشان ده. ما علشان كده بقول الراجل الفني انا باخد الحديث منه وابقى عارف ايه الظروف بتاعته وبيأدي ازاي وكده. طبعا حته القلق والناس تبقى خايفه شويه على منتخب مصر، انا بشوف انه الراجل احيانا يعني التفكير بتاعه ما بيبقاش تفكير سليم، بدليل انك انت عارف ان مثلا الشناوي وعارف ان محمد عبد المنعم وعارف ان هاني ومروان اول مباراه يلعبوها من بعد اجازه وفتره اعداد ما لم تتعدى 4 5 ايام، ادي لهم ماتش دولي على طول. المفروض ان انا بقى كراجل مدير فني كبير باخد 200,000 يورو ان انا كل روي فيتوريا بياخد 200,000 يورو. انا بقى قريت كده، ما اعرفش انا قريت كده، هو الجهاز بتاعه الله اعلم. اوكي هم قالوا كده لما هاني لما حازم امام تعاقد معاه. لا لو 200,000 يورو يبقى احنا عايزين بطوله امم افريقيا. لا انا عايزين كاس عالم، عايزين كاس عالم. كاس عالم. فبرضه راجع الرقم ده. انا ما عنديش المعلومه، لو تقدروا تاكدوا لي من الرقم ده. يا ريت والله. 200,000 يورو في الشهر طبعا. عشان اطمئن. 200,000 يورو في الشهر. اكيد طبعا مش في السنه. لان الراجل الثاني بتاع الاولمبي بياخد 150 اعتقد او الله اعلم برضه. ما اي الرقم اللي بيتاخد. تمام. لكن انا لما اربعه وأربعة الصين بدلهم ماتش دولي وهم لسه خارجين من فترة إعداد، عملية صعبة جدا. أيوه. الحاجة الثانية أنا مفروض إن أنا عندي لعيبة بتلعب في الدوري الأوروبي، المفروض إن أنا الناس دي بقالها 4 5 أسابيع بتلعب. مظبوط. الوضع الطبيعي إن أنا الناس دول طالما الماتش يعني بالنسبة لي تحصيل حاصل، يبقى الناس دول هم اللي ياخدوا وهم اللي يشتغلوا على أساس إن دول جايين جاهزين ومش عرض حد منهم للاصابه. يعني امبارح الشناوي كان ممكن يجي له شد او يجي له يعني او منعم او اي حد، لانك انت ما تلعبش ماتش دولي على طول، لابد بقى في فتره الاعداد انك تاخد ماتشات بشكل فيه تدرج علشان توصل لمرحله ان انت يبقى عندك لياقه المباريات.
الحاجه الثانيه برضو انت اعتمدت على لعيبه النادي الاهلي طول المباراه تقريبا باستثناء يعني طلع اعتقد مروان عطيه هو اللي خرج في اخر المباراه ولعيبه زيزو ربع ساعه في الاخر. ايوه. طب واسمه ايه ده سام زيزو سام مرسي وابراهيم عادل و لعبهم اخر 10 دقايق في ربع ساعه دول التغييرات بتاعته. طب ليه؟ طب ليه يعني طب ما انت ادي لابراهيم عادل هاف تايم. ايوه. ادي يعني لسام ادي له هاف تايم. ايوه. يعني فمنعم انت اديته الماتش كله طب ليه؟ طب ليه ما في بره شوف حد تاني. انت اديت لهاني معظم الماتش طب ما في عمرو بره وعمرو لعب قبل كده ماتشات دوليه. عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد. ايوه. لو انا يعني انت خايف من المباراه ولا تحصيل حاصل ولا ايه بالظبط؟ فده تفكير الراجل العادي اللي في الشارع مش الراجل الفني حتى. يعني انا لما اكون انا في فتره اعداد وده مش عايز اعيد كلامي مفروض ان انا كراجل فني وقايس وعارف ولما كولر يقعد معايا ويقول للناس دي لما اتفقوا مع بعض اعتقد ان هم كانوا اتكلموا مع بعض بيقول له والله المفروض ان انا عندي الاولاد كانوا واخدين فتره راحه 20 يوم وبعدين جم على اربع خمس ايام شغل بعد الظهر المفروض ما العب لهمش ماتش دوري على طول والا يبقى انا مش يعني حته تدريب عندي يبقى فيها خلل. فطبعا تتاخد على رويفيتو. امال ايه؟ تتاخد عليه. امال ايه؟ امال ايه طبعا تحسب عليه. انا كان المفروض كل اللعيبه الدوليين حتى اللي هم يعني اوزع الاحمال حتى انما منعم انت بتديله ماتش كامل. طب ده راجل اساسي في النادي الاهلي والنادي الاهلي محتاجه الفتره اللي جايه. يمكن دي. يعني معلش هفترض برضو يعني احاول افكر مكان وجهه نظر يمكن عشان هيطلعوا من معسكر منتخب فبالتالي اسيب اللعيبه الثانيه لماتش تونس او اريحهم عشان يا احمد في خطوره تونس. جدا انا بقول ده. انا يعني بحط كل الافكار اللي ممكن ما هي اصلها مش افكار هي اصلها ان انا ممكن انا راجل في فتره اعداد بتمرن صبح بعد الظهر لمده اربع خمس ايام وبعدين جاي من النمسا من سفر أيوه. وبعدين بقعد يوم او يومين تدريب خفيف وبعدين العب ماتش دولي انا معرض ان انا يجي لي مزق ولا مش معرض؟ معرض طبعا بنسبه معرض كام؟ طبعا. مش اقل من 80% لو فرقه ثقيله وفي دعك وفي خبط وبتاع كان ممكن جدا اي حد من دول امال ايه؟ امال ايه؟ الوضع الطبيعي كده ربنا خلقنا كده ما بيقول لك في لياقه مباريات ليه؟ انت بتقول ليه في فتره اعداد وبعد فتره اعداد انت بتشوف اوروبا كلها بيعملوا ايه؟ اللي راح امريكا يلعب اربع خمس ماتشات ايوه برشلونه راح فين؟ مظبوط ريال مدريد بيروح فين؟ بيروحوا الصين وبيروحوا اسيا واليابان وامريكا وبيلعبوا قد ايه؟ اربع خمس ماتشات ست ماتشات يرجعوا على الدوري يبقوا واقفين على رجليهم أيوة. ما يبقاش في اصابات احنا الاصابات عندنا كتيره ليه مش شغالين علمي النادي الوحيد اللي شغال علمي احنا كولر شغال علمي بس الراجل كمان يعني اعتقد بشد في هدومه بقى يعني مش ممكن يعني يبقى النادي الاهلي في طيب حته اسمح لي كابتن عادل طبعا خبر طبعا بعد اعتذار دكتور تامر ابو العنين عن الاستمرار في مهمته الاعلان عن الاستعانه بجهود احمد جبالله طبيب قطاع الناشئين للعمل مع الفريق الاول خلال الفتره المقبله. اعلن كابتن خالد بيبو مدير الكره بالنادي عن الاستعانه بجهود طبيب قطاع الناشئين احمد جبالله للعمل مع الفريق الاول خلال الفتره المقبله. جاء ذلك بعد التنسيق الكامل مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكره في هذا الشان. كل التوفيق طبعا للدكتور احمد جبالله ويمكن طبعا تهيالي داخل في توقيت مهم وصعب كابتن عادل جهاز طبي طبعا بالنسبه لاي جهاز فني يعني في موسم زي اللي جاي ده بالتاكيد مهم جدا يبقى فيه وضوح كامل في كل ما يتعلق بالتفاصيل مشوار الفريق اجندته ارتباطاته الحاله البدنيه للعيبه فبالتالي مهمه شقه طبعا على الجهاز الطبي اكيد طبعا يعني الله يكون في عونه لان طبعا داخل على مرحله مع على طول الماتشات ايوه وطبعا بيبقى عبال ما يدرس الملفات بتاعت كل لاعب لان في بيبقى في ملفات طبعا وفي اصابات قبل كده وفي اصابات وفي برامج تأهيلية وفي بتتعالج ازاي بتتعالج ازاي وكل أيوه. الحاجات دي والاصابات اللي هي محتاجه تجهيز هو ان كان الموسم الاخير الحقيقه كان موسم اكتر من رائع يعني اول موسم نحس فيه انه مستشفى الاهلي فاضيه يعني ما حسينا رغم انه كان موسم طويل ويمكن يكون الموسم الاطول واكثر عدد مباريات لعبها النادي الاهلي لكن ما حسيناش بحجم الاصابات اللي كان موجود في المواسم اللي قبل كده. دي الحاجتين فضل ربنا سبحانه وتعالى
ان حامل الولاد دول. أيوه. نمره اثنين انك بتشتغل علمي، الراجل بيشتغل علمي. أيوه. من اول ما اول يوم على طول بالاجهزه، قياسات بدنيه والقياسات وطبعا الاداره اللي وفرت له الاجهزه ديت طبعا. ثم في الفتره الاخرانيه برضو وفروا له اجهزه لتنميه المهاره بالنسبه لحراس المرمى، بالنسبه للمهاجمين، بالنسبه للمدافعين، كشف التسلل، التغذيه، العلاج، كل الامور ديت حريصين جدا عليها. الجزء الطبيب هيبقى مهم جدا، لانه مش اي حد يشتغل طبيب مع فرقه كوره، لابد يبقى عنده خلفيه رياضيه. الخلفيه الرياضيه اللي عارف وانا شايف المباراه وقع بطريقه الفلانيه او رجليه اتلوت بطريقه الفلانيه، وانا قاعد بتفرج في التلفزيون ابقى عارف الراجل ده جاله صليبي ولا جاله مزق ولا جاله غضروف. انا بتهيألي حضرتك خدت يعني برضو من مشوارك في التدريب كابتن عادل بقى عندك درايه بالنواحي الطبيه وبالحالات، حالات الاصابات والحالات البدنيه اللعيبه بمجرد النظر، يعني مش بتبقى مستني قوي تحت. طبعا اكيد التشخيص والاشعاعات والحاجات دي مهمه، لكن كمدير فني برضو بيبقى في تنسيق بينك وبين الجهاز الطبي المعاون. اكيد، بس برضو انت اشتغلت في اماكن يعني كانت ايه غزل المحله، برضو الامكانيات كانت ضعيفه شويه، مش قويه قوي. فهو انت يعني مثلا من سنه وشويه تريزيجيه وهو بيلعب مع الفريق الانجليزي بتاعه اظن كان ريجن استون فيلا، استون فيلا وقع وقعه انا قاعد في وسط مجموعه قلت ده صليب. المهم ان الدكتور راح مقومه وراح منزله، انا بقيت اضرب كف على كف. طب ازاي يعني انت لما شفتها في التلفزيون أنا قلت دي صليبي، مفيش قلت دي صليبي مليون في المية. الواقعة باينة. فأنا اللي أنا استغربت له إن الراجل رجعه تاني الملعب. يعني حتى لو القطع كان فيه مثلا يعني حاجة بسيطة هتتفاقم الإصابة. أنت كملت على على الرباط. فعلشان كده بنقول اللي بيشتغل مع طبيب لأي فريق رياضي وخاصة النادي الأهلي لابد يبقى عنده خلفيه رياضيه واصابات ملاعب والحاجه دي يبقى دارسها. ممكن جدا الدكتور تامر اللي مشي يبقى طبيب رائع في العظام او الاخره في تخصص معين. لكن بالنسبه لاصابات ملاعب وابقى عارف وانا قاعد بتفرج، انا قاعد ليه على البيج في الـ في الـ في الملعب؟ لانه عارف اللعيب اول ما يقع او يحصل احتكاك او الى اخره على طول بيبقى وهو داخل مش عايز يعمل حاجه فيها، يعني ممكن جدا يبقى مثلا اي حاجه في الوتر فانا اخش واروح عامل حاجه حركه معينه. فعشان كده دايما عينيه بتبقى ثاقبه جدا ويبقى اكتر من المدير الفني من حيث التركيز. مهمته ان شاء الله واحد من يكون من اهم عناصر نجاح السنه دي. طيب اروح للماتش بتاع يوم الجمعه، واحد الاول قبل الماتش ادخل في تفاصيله، صعبه انك تبدا الموسم ببطوله؟ يعني صعب ان اول مباراه تقول بسم الله الرحمن الرحيم انا بفتتح الموسم يكون بطوله، وكمان بنتكلم على بطوله قاريه لقب سوبر افريقي. دي عاده النادي الاهلي على طول السنه اللي فاتت. النهارده على فكره كولر متولي كولر بيكمل سنه، بيكمل سنة النهارده. لكن السنه اللي فاتت كولر ابتدى مع الاتحاد المنستيري، يعني اول ماتش ليه كان مع الاتحاد المنستيري في تونس وبعد كده بدا المشوار. لكن خدنا سوبر مع الزمالك. سوبر الزمالك كان الاول ولا الاتحاد المنستيري كان الاول؟ كان الزمالك كان الاول. كان الزمالك بتاع سافيو، جول سافيو وكريم فؤاد، وجول كريم فؤاد اللي طاهر عملها له بالعرض. مش فاكر بس الاتحاد المنستيري كانت الاول ولا سوبر، يمكن انت ذاكرتك اقوى مني يا كابتن. اكيد ذاكرتك اقوى مني. كان الزمالك. الزمالك كان الزمالك. طب دي بشرة خير. اذا انت وانت تعرف كولر لما جه المره الاولانيه ما كانش عامل فتره اعداد وكان داخل على فريق ما مجهول بالنسبه ما يعرفش عنه حاجه وراجل في اوروبا غير موسيماني. موسيماني كان عارف الفرق وعارف النادي الاهلي وعارف لعيبته بالاسماء بكل حاجه. هو بيقول انا من اول ما نزلت من الطياره والناس بتقول لي ماتش الزمالك، ماتش السوبر، ماتش الزمالك، ماتش السوبر، قبل ما يعرف اي حاجه لسه. فاكر انا التصريح هو على طول على طول ما راحش ما راحش الفندق على طول على الملعب لانه عارف ان كل دقيقه بتتحسب له يعني. فاعتقد عمليه التجهيز هو بس الراجل كان في تفكيره انه يلعب ثلاث ماتشات. ماتشين في النمسا وماتش في القاهره. فهو ربنا برضو ساعده ان في اربعه اساسيين لعبوا مع المنتخب، وربنا ستر ان ما يعني الحمد لله بفضل الله ما حصلش اصابات ولا حاجه. فطبعا هم بيرجعوا النهارده اعتقد بيتعمل لهم قياسات. الحاجه اللي برضو الناس برضو المفروض تبقى عارفاها
ان كولر لما اللعيبه ادالها اجازه 20 يوم ما راحوش يتفسحوا، كان فتره راحه ايجابيه، فتره راحه ايجابيه. انا اسمع الراحه السلبيه، راحه ايجابيه دي راحه ايجابيه ما نعرفهاش. لا، راحه ايجابيه بمعنى ايه؟ ان انا وانا على البحر كده بديله برنامج، البرنامج ده بقول له انت كل يوم هتعمل الحاجات دي على الرملة مثلا، هتجري مثلا 7 كيلو الصبح على الرملة. الرملة ده لعيبة البرازيل دي كلها يعني حتى في اللعيبة دي في اجازتها بتشتغل، ما اتوزعت عليهم يعني، انت اكيد انت عارف يعني اتوزعت، اتبعتت للعيبة برنامج، برنامج يعملوه في الفترة دي، فترة راحة ايجابية. يعني ايه؟ يعني انا هلعب راكت، هلعب سباحة، هلعب تنس، هلعب سكواش، هعمل اي حاجه فيها رياضه، دي اسمها راحه ايه؟ ايجابيه. راحه ايجابيه. انما الراحه السلبيه بقى اللي انت او الناس ممكن يعني تخش في ذهنها، ان انا اقعد انزل البحر اطلع اكل وانام. لا، دي مش راحه لعيب كوره. هتبص تلاقي محمد صلاح لما بيجي هنا في مصر بيروح فين؟ بيروح الغردقه، الشرم، الحتت اللي هي على البحر. بيعمل ايه؟ تبص تلاقيه على طول بيجري على الرمله، بيلعب فولي بالرجل وال، على فكره الحاجات دي البرازيل متفوقه على العالم كله بالحته دي، بالرياضات اللي هي على الشاطئيه. ايوه، بيلعبوا يعني اتحاد الكوره كان بعتنا البرازيل انا وحسن شحاته، فكنا هم بيلعبوا كوره في كل حته على المحيط، عاملين لهم كيلو كده على من الشارع كلها ملاعب طايره وملاعب كوره. الرمله طبعا عندهم عاليه، بتخلي الاربطه والرجلين والعضلات قويه جدا. في ريو دي جانيرو تلاقي كلها جبال، فالولد عشان يطلع الجبل وينزل الجبل فتلاقي الرجل طبيعيه، على الرغم ان البرازيل ما عندهمش يعني معاهد التربيه الرياضيه ولا عندهم متقدمين في العلم في الرياضه، لكن هم الحاجه الطبيعيه دي، التكوين الطبيعي ده هو اللي بيديهم الحته دي. انا فاكر الله يرحمه جنرال الجوهري لما طلعنا كاس العالم في 90، فاكر انا كنا بنتابع طبعا اخبار المنتخب بقى ورايحين كاس العالم وايطاليا، كان بياخد فتره من الفترات كده كنت كان بياخد منتخب لعيبه منتخب مصر يروح يتمرن بيهم في الصحراء. ايوه، يطلعهم جبال ويجريهم في الرمله ويخليهم يلعبوا كوره في الرمله الثقيله دي. كان بياخدهم الغابه في الغابات يطلعوا وبين الشجر ويعمل عمليه الجري والصعود. دي عمليه برضو فيها تقويه وبعدين الحاجات اللي فيها زجزاج، تقويه للاربطه. وبرضه احنا سنه 90 ما كناش متقدمين قوي في حته يبقى عندك جيم، والجيم وعندك بقى اللي بالساعه والدقيقه والحاجات دي ما كانتش برضه. لا، هو الادوات والاجهزه كل يوم بتطور، كل يوم فيها جديده. أكيد كابتن احمد، بنشوف حاجات في اوروبا يعني، الواحد بيجي له فيديوهات تدريب وحاجات كده، بنشوف اجهزه لتدريب حراس المرمى واجهزه لتدريب المهاجمين وكل حاجه دخل فيها التكنولوجيا دلوقتي. طب السؤال هنا، والناس كلها مستنيه تشوف الاهلي يوم الجمعه اللي جاي، ومستنيه تشوفه والله قبل الجمعه كمان، بس يعني هو غالبا هنشوف الاهلي ظهور اول ليه في الموسم ده يكون يوم الجمعه في مباراه السوبر. السؤال هنا، هل من الممكن وجهه نظرك ورايك في كولر هيعتمد على ايه؟ اراهن على الكتيبه اللي انا فنشت بيها الموسم اللي فات والاسماء اللي لعبت معايا مباريات رسمية وخدت معايا بطولات وعارفة ايه اللي بيبقى مطلوب منها على مدار 90 دقيقة، ولا من الممكن نشوف سكواد او فرقة الاهلي بشكل جديد؟ شوف، هو ممكن تبقى مخاطرة في مباراة زي دي، ولا اللعبة على المضمون يبقى منها كولر؟ شوف، هو كولر دايما تفكيره بيعتمد على تثبيت تشكيل مكون من 20 لعيب او 22 لعيب، مش 11. ايوه، يعني تثبيت تشكيل بس من كام واحد، عشان كده الاصابات قليله. فنتيجه ان انا طبعا بيبقوا لابسين جهاز البتاع السوداء اللي بيبقوا لابسينها ديت، القميص اللي لابسينه طبعا، وفي اجهزه بيقيس انت بتجري قد ايه والعضله قوتها قد ايه، كل الحاجات ديت بتتحلل كبرامج، ويبقى عارف ان انا النهارده المباراه ديت انا بعد الدقيقه 75 القدرات بتاعتي البدنيه والعضليه هتبتدي يبقى فيها نوع من انواع الهبوط. تراجع على طول في الوقت ده بيعمل التغيير. ولو تفتكر انت السنه اللي فاتت دايما في الدقيقه 60 65 كان دايما يبقى بيعمل ثلاث تغييرات على طول الماتشات الاخرانيه اللي كنا بنكسب فيها 3 و4. هو بالنسبه للماتش ده
في بيدرسوا بطريقه معينه. طبعا في بيرسيتاو وفي ديانج، اعتقد ان هم هيجوا في يعني يمكن قبل المباراه على طول، او يمكن هيروح على السعوديه على طول. على طول حته المخاطره ان هو يبتدي بيهم، انا بعتقد انها تبقى هو مش هيرد يعني، شايف انه هيكونوا هيبقى فيها صعوبه كأساسيين. لانه دايما بيعتمد على الجهاز اللي معاه، والناس دي بتلعب ماتشين في اربع خمس ايام وبعدين سفر، ما ادلوش ماتش على طول بحجم بطوله. وكذلك ديانج، فاللي ممكن الاثنين اللي ممكن يبقى فيهم كلام، ممكن ديانج يعني بدنيا اقوى ولا اخره، والحته بتاعته بيبقى محتاجها اكتر، ممكن يديله بدايه هاف تايم ولا حاجه ويبقى عنده البديل اللي هيساعده. تمام. لكن التشكيل ما اعتقدش ان هو هيغير فيه، سواء كهربا حسين الشحات الوجوه الجديده، يعني الوجوه الجديده بما فيهم وجوه، يعني مش هقدر اقول انه اكرم توفيق وكريم فؤاد وجوه جديده، كانوا معانا قبل كده طبعا وكانوا نجوم متالقوا مع كولر ومع غير كولر، لكن هل ممكن يعتبروا احمد جداد؟ يعتبروا جداد، ما هو ده اللي انا بقوله، يعني يعتبروا جداد، وجوه جديده في الموسم ده، صفقات جديده للفريق. كريم فؤاد، اكرم توفيق، صلاح محسن، كريم ندفد، امام عاشور، رضا سليم، تتوقع يكون ليهم مساحه مشاركه في مباراه السوبر؟ 90% هيكون ليهم، بس مش كبدايه. ده تفكير الراجل، لان ده الراجل تفكيره فيه حرص شديد وعدم مخاطره، وبيلعب بالعلم وبالتفكير الموضوعي. وفي نفس الوقت عنده من الخبرات انه امتى يدفع وامتى يعرف الخصم. في ماتشات كنا احيانا بنبقى قلقانين، في ماتشات بعض الفرق كنت تبص تلاقي لياقتهم البدنيه مش قويه، فيسيبهم الشوط الاولاني يعملوا ضغط عليك وانت بتعمل استحواذ وتجريهم كتير، وبعدين الشوط الثاني تبص تطير وعامل ثلاث اربع تغييرات ينهي الماتش بثلاث اربع اهداف. فتفكيره انه الفريق اللي جاي عامل تغييرات ما بين 12 و14 تغييره في الاماكن، وبالتالي ما لعبوش لسه ماتشات، وبالتالي هو عنده تثبيت التشكيل مع بقى صلاح ومع امام عاشور ومع رضا. ممكن يبدا برضا لو بيرسيتاو جه متاخر مش هيبدا بيه، ويبقى رضا هو اللي بيبدا ان شاء الله. طيب عايز اخدك كمان لمشوار الاهلي اجمالا الموسم ده بعد قرعه السوبر ليج، المواجهه الاولى هتكون طبعا مع سيمبا، وقرعه كاس العالم، والمواجهه المحتمله مع اتحاد جده او اوكلاند سيتي، ايهما ينجح في عبور الاخر؟ بس خلينا نروح لفاصل كابتن عادل ونرجع نكمل كلامنا. والله الحديث مع كابتن عادل طائمة ممتع، حتى في فترة أثناء الفاصل يعني كنا بنتكلم كده في موضوع إصابات مزمنة، كم كبير جدا من المعلومات والمعرفة عند كابتن عادل، نسعد بيك دايما يا كابتن عادل. ربنا يخليك، أهلا بيك مرة تانية. أخدك لقصة الأهلي ومشواره في بطولة الدوري الأفريقي، أنت طبعا السنة دي عارف إنه الموسم صعب جدا، موسم صعب ومضغوط، وكم المسابقات وخصوصا الجزء الأول منه، يعني إحنا من هنا من آخر تسعة أو من نص تسعة هنبدأ مشوار، على نص 12 في خلال 3 شهور هيكون بيلعب دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي وكاس العالم للانديه والماتشات المحليه بقى، وربنا يقدرنا. ابتدي معاك بقرعه كاس العالم، بما انها بالنسبه للجمهور يعني لو ليا ان انا اقول انها اهم بطوله السنه دي، خصوصا انه عندنا يعني طموح في ان احنا نروح لبعيد، وان شاء الله الاهلي يقدر يوصل المباراه النهائيه. رايك في القرعه؟ اوكلاند سيتي في مواجهه الاتحاد، اتحاد جده الفائز منهم في مواجهه الاهلي، ثم اللي هيفوز من المباراه دي ان شاء الله باذن الله يكون الاهلي، هيتاهل لمواجهه بطل كوبا ليبرتادوريس، هيكون واحد من كبار امريكا اللاتينيه، هم اربع انديه هيطلع منهم واحد، فلومينيزي، انترناسيونالي، بالميراس البرازيليين، وبوكا جونيورز الارجنتيني. شايف فرص الاهلي في البطوله ازاي؟ وابتدي معاك من مواجهه الاهلي، وغالبا يعني هيكون اتحاد جده. شوف ثقتي في الله سبحانه وتعالى ثم ثقتي في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ملهاش حدود. وانا قلت لك قبل كده ليله مباراه ريال مدريد، وكنا مع كابتن اسلام وكابتن هاني رمزي، وقلت لهم النادي الاهلي هيعمل بكره جيم عالي جدا، لان انا عارف انه المدير الفني مع اللعيبه في نوع من قرايه كويسه، وعارف
الكرة ما فيهاش كبير والكرة فيها شغل وفيها تنفيذ. مظبوط. لولا غلطة كده في الشوط الأولاني كانت الجيم يبقى احنا المفروض نبقى كسبانين في حتة تانية. لولا الخضة شريف انفرادين وحسين الشحاتة والأخ. نفس القصة بالنسبة للاتحاد. أولا أنت تلعب في الطائف، وأنا اشتغلت فترة في الطائف سنة. الطائف أنت وأنت نازل من الطائف على جدة السحاب بيبقى تحت، فأنت عندك 2000 آدم فوق سطح البحر. فطبعا الجماعة السعوديين يعني ده المصيف بتاعهم يعني، لكن ما بيحبذوش قوي اللعب في الطائف في خالص يعني. هي بس البطولة العربية الارتفاع ده بيضايق. بقول لحضرتك وانت نازل بعد نص ساعة كده بتلاقي السحاب، فانت بتبقى يعني فوق السحاب. فالحاجة التانية انك انت ده معناه انه الاهلي لازم يطلع هيروح بدري شويه. ما هو عشان كده رايحين بدري شويه. الحاجه الثانيه انك انت النادي الاهلي الحاجه اللي ممكن تقلقني حاجه بسيطه ان الولاد ما لعبوش ماتشات كتير. يعني ماتشين بس، كنت اتمنى يبقى في ماتشين ثلاثه يبقوا موجودين، بحيث انك انت وانت رايح يبقى، لان نادي الاتحاد لعب البطوله العربيه ثم في الدوري لعب 3-4 ماتشات بدنية ممكن يكونوا هم. لا انا بتكلم على اتحاد جده، مش بتكلم على اتحاد. احنا اول ما نوصل الاتحاد، انا بتكلم على اتحاد جده. ايوه اتحاد جده هنكون قطعنا مشوار طويل في في السيزون يا كابتن عادل. هيبقى برضه لعبنا 3-4 ماتشات. لعبنا ماتشات كتير. انت هتكون خلصت السوبر ليج وخلصت ولعبت افريقيا. لا انا اسف. فهي الحته دي برضه تكون برضه انت لعبت، بس برضه هيكون هو لعب اكتر منك واجهز منك. لكن هم بداوا من بدري، هم لعبوا بطوله عربيه وشغالين في الدوري ولعبوا في الطائف. ولو تلاحظ ان انت فريق النصر وفريق الاتحاد انت شفت ماتش الهلال والاتحاد يا كابتن عادل؟ طب رايك ايه فيه؟ كوره يعني ننسى الاسماء اللي موجوده في الملعب. ايه رايك في خلل الكرة؟ في خلل في الفرقتين يعني. يعني هتلاقي الاتحاد الاخطاء الدفاعيه قاتله. بالنسبه للنصر عندهم حراسه المرمى حراسه المرمى ضعيفه جدا. خط الوسط ميس باس كتير. هو طبعا رونالدو بيبقى حتى رونالدو بتاع زمان الحته اللي هي واحد على واحد والحاجات دي ما بقتش قوي. لكن هو بيعملوا ايه يعني، ماني بيروح رايح على الطرف ويعمل دبل باس وبعدين يروح ايه شايفه هو فين يروح عاملها له ويطلع يحطها دماغه. هذه بس اللي هم ممكن يشتغلوا عليه. لكن في نص الملعب وخط الظهر احنا هنكون افضل. هنروح ونبقى جاهزين. الحاجه الثانيه الكولر بيقرا المنافس كويس. بيقرا كويس قوي، وبعدين بيروح مجزأ الماتش ومقطعه اجزاء، وبعدين يعرف انه فريق النصر وفريق الاتحاد الاثنين ما بيضغطوش كلعيبه بقى كبار وكده. الى جانب برضه فريق الاتحاد في متوسط الاعمار كبير. يعني تبص تلاقي الاعمار وصل 32 33 اغلب صفقاتهم عدت 30. نجولو كانتي وفابينيو وبنزيما كلهم فوق 30 بشويه حلوين يعني. الحاجه الثانيه مدى الانسجام لسه اللعيبه اللي جايه برضو حته الانسجام مش موجوده، لكن مع الوقت زي ما حضرتك قلت هيبقى لسه في وقت. برضو الانسجام ممكن يجي، لكن انت ككوره وبتبتدي من تحت والانسجام بتاعك وخطوطك واللعيبه بتاعتك وعارفين بينهوا الهجمات ازاي وبيشتغلوا ازاي، مع اضافتين او الاضافه الثالثه كمان ان شاء الله تبقى جت، امام عاشور هيبقى صفقه عاليه جدا، وخاصه ان انت دايما لما بتلعب بثلاثه في وسط الملعب اثنين منهم بيبقوا جوه ال 18 دي بتبقى عمليه صعبه جدا على المدير الفني بتاع المنافس، وبالتالي هتبقى مهمه جدا. لجانب الدفع براس حربة بينقل لك الهجمة بسرعة جدا من الأطراف، إلى جانب المفاجأة صلاح محسن. صلاح محسن الراجل ما جابوش يعني كده يعني علشان بيحبه أو علشان، لا شاف له ماتشات وشاف إن اللاعب ده عنده من الميزات. لو حطيت علامة يعني يساوي لو التزم هيبقى في حتة تانية، لأنه عنده الكرات العرضية العالية، سريع مراوغ بيلعب برجل الاثنين. ايه اللي ينقصه؟ شويه التزام مع شويه تنفيذ واجبات دفاعيه مع تنفيذ واجبات هجوميه بتحركات معينه. شافوا في اخر ماتشين واعتقد منهم ماتش السيراميكا وماتش بيراميدز، اعتقد
ماتش بيراميدز جاب جول، وفي ماتش السيراميكا جاب جولين وعامل جول، فهو برضه هيبقى الدفع بيه هيبقى مهم جدا في الماتش ده. فتفاجئ جدا ان هو ممكن يبقى مع كهربا او بديل لكهربا في وقت من الاوقات. احنا شاركنا في ثلاث نسخ كاس، اللعيبه دي الجيل ده شارك في ثلاث نسخ كاس عالم، مرتين مركز ثالث برونزيه، وبرونزيتين كانوا على حساب يعني فرقتين كبار، مره بالميراس البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه، ومره الهلال السعودي بطل اسيا. والمرة الثالثة حققنا مركز رابع، وفي ناس كتير على فكرة من جمهور الأهلي بتكلم معاهم في موضوع كأس العالم ده، شايفين إنه المرة الثالثة دي اللي إحنا خدنا فيها مركز رابع هي أفضل بطولة من ناحية الأداء قدمها نادي الأهلي. واتظلمنا فيها ظلم باين. واتظلمنا فيها ظلم باين، لكن أنا بكلم كورة. إيه الفرق بين الأهلي كولر في نسخة كأس العالم السنة اللي فاتت اللي كسبنا فيها أوكلاند، وكسبنا فيها سياتل ساوندرز، وخسرنا فيها بصعوبة بالغة أمام الريال، وفرطنا فيها بفوز قدام فلامينجو، وبين الاهلي اللي رايح يلعب نسخه كاس العالم؟ لا فلامينجو انا بختلف معاك. فرطناش في فوز يا كابتن عادل؟ فلامينجو لا احنا ما فرطناش ولا حاجه، احنا كنا كسبانين، لكن الراجل عمل طرد ما هوش طرد. أيوة. وضرب الجزاء ما هياش ضرب الجزاء، ولا غلق جول. احنا واحنا كسبانين يا كابتن عادل ضيعنا كميه اجوان، احنا واحنا كسبانين ومتقدمين راكبين الماتش ومتقدمين في كميه انفرادات. انت كسبان 2-0 وراح طارد خالد، وبعدين ده مصطفى غربال حضرتك بتتكلم على حكم المباراه، انا عارف انه في الاهلي اتظلم وحصل ضرب يعني طرده وضرب جزاء. انا فاهم ده كويس. بس اقصد اقول برضو في النهايه حتى لو اخطاء التحكيم كانت عامل مباشر، انت حتى مع وجود اخطاء التحكيم دي لو استغليت الفرص اللي اتاحت ليك وانت متقدم في المباراه كنت برضه هختلف معاك، كنت خلصت. انا احبك تختلف معايا براحتك يعني. اختلف معاك ليه؟ لا انا ولا انا ولا انت هنختلف في حب يعني الاهلي ما كانش ولا انت هنختلف في حب الاهلي، انا ولا انت هنختلف في حب الاهلي، لكن لما احط نفسي مكان المدير الفني واللعيبه اكتر فرقه سافرت في البطوله دي الاهلي. سافر كم مره؟ اربع مرات تقريبا. اربع مرات. وبعد الفرقه الوحيده. ايوه. وبعدين انت بتلعب ايه بقى؟ انت بتكسب الماتشين وبعدين رايح جاي، وبعدين الماتش الاخراني اللي انت بتقول اللي احنا فرطنا فيه، انت بتلعب في ملعب مختلف وبتسافر سفريه طويله جدا، وبعدين في نفس الفرق في نفس الملعب اللي كان موجود فيه او اللي لعب فيه فلامينجو اهو كده يعني جاي عليه. امال ايه؟ جاي عليه وهو مرتاح. أي. وبعدين يعني احنا ما بنقولش عيد الماتش وشوف الحكم عمل فيك ايه. فمع الضغط ده انت بتلعب اربع ماتشات، وبعدين انت كنت جاي اعتقد برضو من ماتشات لو تتذكرني كنا برضو قبل كاس العالم كنا برضو جايين مضغوطين في ماتشات ودخلنا على كاس العالم. الاجنده كانت مضغوطه. احنا انا فاكر رجعنا من كاس العالم ده اعتقد على اسوان، ومن اسوان على السودان. انا فاكر ان الاجنده كان يعني لو تفتكر يا لمونة كده لف حوالين نفسك. ومع ذلك الاداء كان في تونس والسوبر في الامارات، يعني اداء كان اكثر من رائع حقيقي. انا انا بختلف معاك، ما عن حق ولا طبعا طول عمرك على حق. لا انا اقصد ايه، انا اقصد احمد انه يعني في اجمالا اللي اقصد اقوله انه الاهلي كان المباراه دي كان مفترض يفوز، يعني كان احق ان هو يفوز غصب عنهم لان هم لعبوا ريال مدريد، لعبوا جيم عالي جدا. الماتش ده فعلا كان محتاج بس رتوش صغيره، جول قفشه في الدقيقه 85 كره بالعرض والجول فاضي، بيرسي تاو لو وقفها صح جول، شريف انفراد جول، هاني طاهر كان ليه واحده براسه برده برافو عليك. طب الشوط الاولاني حسين الشحات واثنين انفراد لشريف، دي بالك كلها حاجات. انت بتلعب تيم يعني اغنى تيم في العالم واحسن تيم في العالم، ومع ذلك ادائك بهذا الروعه، العالم كله بيتفرج عليك. لا وليه احنا كنا، انا فاكر كويس احنا كنا هنا في قناه الاهلي بننقل مع قناه ريال مدريد، هم بينقلوا عنا واحنا بننقل عنهم، بينقلوا تدريبات الاهلي واحنا بننقل تدريبات ريال. غطينا، انا فاكر غطيت بعد الماتش ده الصحف الاسبانيه قالت ايه عن الاهلي، والمسؤولين في ريال مدريد لا كان اداء الاهلي محل اشاده منهم، مش من احنا من وسائل الاعلام في اسبانيا وفي ريال مدريد كلهم اشادوا بالمستوى اللي ظهر. ماتش فليمينجو هم حبوا يهدوا لفليمينجو المركز الثالث، لكن النادي الاهلي كان هو الجدير بيه. انت كسبان 2-0 ومسيطر على الجيم، وبعدين كوره يعني مش بنالتي. انت متفق معايا انه البطوله دي هي الافضل على مستوى الاداء للاهلي في مشاركته في كاس العالم؟ طبعا طبعا، لانك انت الاداء لم يتاثر بالسفر،
ولم يتاثر بال... طيب هنا هاجي للجزء الثاني من السؤال بقى. طب. ايه المختلف من وجهه نظر كابتن عادل في اهلي كاس العالم النسخه الاخيره اللي اتلعب في المغرب عن الاهلي اللي رايح كاس العالم في السعوديه؟ هيختلف طبعا انك انت كولر بقى عنده بنسبه 100% معلومه عن كل لاعب سواء في الفريق الاول او في الثلاثه اربعه اللي طالعين من قطاع الناشئين، الى جانب الصفقه اللي هي الفيرويد اللي هي المفروض ان هو هيختاره. وبالمناسبه كولر، انا قلت في الفاصل معاك ان كولر اهلاوي اكتر من اهلاويه كتير، وخايف على كل دولار هيجيبه في اللاعب. انا فاكر المره اللي فاتت ما رضيش يجيب حد هو مش مقتنع بيه علشان يوفر للنادي، وقد كان ونجح ان خد الخمس بطولات. أيوة. هو مش هيجيب حد علشان الناس اللي هي يعني اذا كان في حد كتير. الغرابه اللي بيلوك ده يا اخي، شوف انت الديون اللي عندك وشوف المشاكل اللي عندك وخليك بعيد عن النادي. يعني ما الانديه كلها فيها كابتن، احنا لو سيبنا صفحه الاهلي وبصينا في صفحات الانديه الثانيه عايزين ساعات هوا عشان نملى اسئله، بس اسئله واستفسارات. يا اخي انا بستغرب والله في بعض المواقع، بص مش عارف صدى البلد، مش عارف اهلي نيوز، يقول لك انهيار الاهلي، صدمه الاهلي، مش عارف يعني، واهلي نيوز وصدى البلد والوطن ومش عارف ايه، سبع ثمان حاجات. ما فيش مره الا لما يقول لك الفيفا يصدم الاهلي، وبعدين تقرا جوه ما فيش حاجه. يعني هو بس هقول لك حاجه برضو، يعني عشان الزملاء في الوسط الاعلامي عموما، يعني مش كلهم، يعني بعضهم في ناس بتلجا دايما، عارفين كويس قوي انه قاعده الجماهير الاكبر والاعرض واللي مهتمه دايما بمتابعه كل ما يخص ناديها هي جماهير نادي الاهلي. فالعنوان الكاتشي ده، العنوان اللي يشد، دايما لازم يبقى فيه حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي، لكن ما تخش في الكونتنت جوه دي قصه تانية بقى، بس هو لازم يشد الجمهور. وده ينطبق على فكره على حتى قنوات او برامج رياضيه كتيره جدا انتماءاتها معروفه للجميع انها مش اهلاويه، بتشتغل لمصلحه انديه تانية معروفه برضو للجميع، ورغم كده تلاقيهم دايما بيحاولوا ان هم يخاطبوا المشاهد الاهلاوي، الجمهور الاهلاوي، لانهم عارفين ان دول اكبر نسبه مشاهده موجوده. يعرفوا ان يعني جماهير النادي الاهلي كل ما انت بتعمل كده جمهور النادي الاهلي بيزيد. الاهلاوي غيور، الاهلاوي جمهور الاهلي غيور جدا عن ناديه، لا يتحمل اشاعه ولا يتحمل اساءه، فعلى طول لازم يتفاعل. ومحدش بيقرا لهم بقى، لان يعني انت دائما علشان انت ترتقي قول الخبر اللي يجذب الناس بطريقه ما فيهاش اساءه لنادي كبير بحجم النادي الاهلي. ايوه. يعني انا هقول خبر النادي الاهلي وعايز اشد الناس، اشدهم بخبر مش لازم ان انا اقول انهيار كذا، انهيار النادي الاهلي انهار ازاي؟ امال انت تبقى فين يعني؟ هتكتب عن مين طيب؟ يعني النادي الاهلي انهار يبقى انت هتكتب عن مين؟ ف يعني علشان اشد القارئ. لا عمرها عطلتنا ولا هي بتزود. ما انا بقول لك بتزودك. الحاجات بتزودك دي عمرها، كل ما انت عمرها ما بتعطل النادي الاهلي. لا ولا هتعطل عمرها. كل طالعه شمس جمهور النادي الاهلي بيزيد، كل طفل بيتولد بيخش في الـ في الـ في المنظومه بتاعه النادي الاهلي، فما هيروحوا فين يعني؟ بمناسبه كلامك عن الشباب، رايك في اللعيبه اللي طلعها مستر مارسيل كولر واختارهم عشان يكونوا موجودين في معسكر النمسا؟ مش عارف انت شفتهم ولا لا، مطلع معتز محمد، مطلع زعلوك، وفي طبعا شباب كان شارك قبل كده معايا، بس فكره انه يبقى مهتم بوجود لعيبه صغيره تخش في السكواد. هو معتز اعتقد لفت نظري، زعلوك هيبقى لسه شويه، لكن اعتقد برضو احنا مشكلتنا وخاصه في التعامل النهارده، معلش انا اسف، كنت في بدايه الحلقه كابتن عادل كنت بستعرض اهم 30 اسم مترشحين لجائزه البالون دور، فيهم اربع او خمس لعيبه مترشحين لجائزه الكره الذهبيه 20 سنه. جود بلينغهام نجم ريال مدريد 20 سنه، جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ 20 سنه، بوكايو ساكا نجم الارسنال 22 سنه، ويمكن في كذا اسم تاني انا مش يعني مش متذكر. افكرك بلامين، لاعب برشلونه 16 سنه، لامين يامال 16 سنه، 16 سنه ده كان بيلعب مع منتخب اسبانيا اللي كسب 7-1. ايوه كسب جورجيا وجاب جول ولا اروع، جاب جول المغربي الاصل الاسباني الجنسيه 16 سنه 16 سنه 16 سنه. فهو طبعا بيعتمد على يعني معتز، ممكن هو يديله. المشكله عندنا ان احنا اللعيب لسه جاي ولسه ما عملش حاجه،
ونقول بقى الصخره ولا اجراله يعني دايما نقول ايه بالراحة. شد حيلك اجتهد انت في حته حافظ على المكانه بتاعتك. الراجل المفروض ان انت تتواضع زي محمد صلاح بيتعرض عليه مليارات وبيرفضها ليه؟ عشان عارف ان المكسب الادبي اكتر من المكسب المادي. صحيح، فدي مهمه جدا. اشكرك شكرا جزيلا كابتن عادل، نورت الدنيا، ربنا يكرمك، سعدنا دايما بوجودك معانا في السادسه وبتشرفنا، وان شاء الله على مدار الاسبوع النهارده يمكن ما لحقناش وما قدرناش نقل لحضراتكم تدريبه النادي الاهلي، بكره ان شاء الله نحاول نعمل ده، بس ادعوا الجو يتحسن شويه والراجل يعني مستر كولر يرجع التمرين لميعاده الاصلي، ساعتها نقدر ننقل لحضراتكم اجزاء من التمرين، وان كنا هنكون حريصين جدا ننقل لكم الصوره لحظه بلحظه على مدار الاسبوع ده لغايه ان شاء الله لما نسافر بالسلامه يوم الثلاث للسعوديه ونقابل الاتحاد يوم الجمعه اللي جاي. بشكر كابتن عادل طيمه مره ثانيه، بشكركم انتم على متابعتكم ليا، تحياتي ليكم، بكره حلقه جديده من السادسه.